تكلمنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وأضراره ومحاسن استخدامها أو فوائد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي، ولقينا كلام كثير شديد، وكانت التركيز على الأضرار أكبر. يعني بالتالي ترتب علينا نعمل حلقة للحديث عن هذه الأضرار، وخصوصي لو الواحد وصل فيها مرحلة الإدمان. هنتكلم عن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والتقنية الرقمية والكلام ده كله، وعن حاجة جديدة ونوع جديد من الإدمان أو نوع جديد من المخدرات إحنا سمعنا به، وهسه المخدرات الرقمية. بداية بنتعرف وبنرحب بضيوفنا الموجودين معنا في الاستوديو. بنرحب بمؤمن محمد عبد المنعم، مهندس برمجيات ومدير شركة تينكولوجيا، ما تكنولوجيا، تينكولوجيا. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدينا أوراق شبابية. يديك العافية يا مؤمن. بنرحب كمان بخباب عبد القادر، وهو متخصص في الشبكات وخريج علوم حاسوب وشغال حاليا في الماركتينج تسويق. مرحبا، بنرحب بك يا خباب. ان شاء الله نفيد ونستفيد باذن الله. يديك العافية يا خباب. بداية يا مؤمن، عشان احنا نعرف الشباب ده يعرفوا احنا بنتكلم عن منه، هل الاستخدام العادي بتاع انه الواحد مثلا عنده واتساب وعنده فيسبوك ودخل الاثنين خلال اليوم وبيدخلهم كذا مره في اليوم، هل ده يعتبر ادمان ولا احنا متين انت بتفتكر نبتدي نقول انه زول ده مدمن لمواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا؟ هو طبعا حاليا بقى ادمان، لانه انت ما في يوم بيعدي لازم تشوف موبايلك، لازم تتفقد الفيسبوك او الواتساب، لازم تشوف الحاصل شنو. فحاليا الشعب السوداني او العالم بقى انه يا اخي بيدمن المواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا. منها بقت صوره سلبيه حس على الاتجاه، يعني بقت اوقات فراغك كلها بتكون قاعده في النت، ممكن تضيع من زمنك. طيب خباب، بتتفق معاه انه الناس دي معظمهم هسه بيقوا مدمنين، ولا في معدل معين انت من وجهه نظرك الشخصيه بتفتكر انه الزول بعد ده، وانا لو فت المعدل ده بعد كده بدا يسميه مدمن ما مستخدم؟ اكيد اتفق معه، لكن الحاجه الظاهره والواضحه انه يعني عموما كل الدنيا بقت بتعتمد على التكنولوجيا، على السمارت فونز، على الانترنت، حياتنا كلها بقت معتمده عليه. فاكيد اكيد يعني احنا لازم على الاقل يعني في دراسه بتثبت انه الفرد مننا نحن من غير ما تجيه صوت بتاع رساله بتاع اتصال او مسج بيتفقد تليفونه 34 مره، اللي هي بتعتبر مرحله بتاعت ادمان. فعموما زي ما قال مهندس مؤمن، كل احنا لما نتكلم عن مشكله بنتكلم عن يعني معناها عن عموم المستخدمين، بعد كده الناس كلها بقت مدمنه يعني. ده ادمان. طيب الادمان ده هل بيطلق على الحاجه الكويسه بس ولا الحاجه الكويسه والكعبه؟ في ناس يقول لك انا بدخل يعني مثلا انا بدير شركه او مؤسسه عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك، فبدخل بشوف الناس اللي تفاعلت، برد عليه حاجات، ببيع وبشتري، فده بيتلزم او بيستلزم انه دائما يكون في 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 حاله بتاعت مواكبه دائما او متابعه للموقع او للتكنولوجيا دي. فهل ده برضه يعتبر ادمان ولا احنا بنتكلم عن 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 بس الناس اللي بيستخدموا استخدام سيء؟ طيب ده في ناس طبيعه شغلهم انه لازم يكونوا متواصلين 24 ساعه، يعني مثلا لازم اكون قاعد في جهاز بتاع حاسوب انه لانه ده طبيعه شغلي. لكن هل ده ادمان؟ ممكن يكون ادمان لكن بصوره ايجابيه. لكن برضه في النهايه هو ادمان، يعني لانه يعني بترهق في الجسم، بتاثر على الاعصاب، بتعمل، لكن دي طبيعه شغلك، فانت ما في طريقه، لازم انك انت تكون قاعد قدام الحاسوب، فبالتالي ده حيكون ادمان لك. طب مثلا الزول اللي فعلا هو مرتبط بساعات طويله لجلوسه على الحاسوب واستخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي ده، مثلا الواحد يعني يعمل شنو ممكن عشان يتخلص من انه نقدر نقول له انت مدمن ويتخلص من حكايه الادمان دي؟ طيب حاول يعني انت مثلا لو قاعد في الجهاز لمده معينه كل نص ساعه خذ لك بريك، امشي وتعال، اعمل حركه غير انك انت تكون قاعد في الجهاز، شوف الناس، امشي اطلع وخذ لك شاي مثلا او كوبايه جبن او تعال راجع، عشان شنو ما تكون قاعد تاثر عليك صحيا او ثاني يقول عليك مدمن، انت اصلا مدمن يعني. طيب يا خباب، الاجهزه دي او هذه البرامج لما صممت عشان الناس يستخدموها هذا الاستخدام الغير رشيد ويصبحوا مدمنين فيها، ولا المشكله بتاعت الادمان دي جات من وين؟ يعني سببها كان شنو؟ هي ممكن تقول قله وعي من المستخدم. لكن عموما كل التكنولوجيز المعموله هي معموله لفائده البشريه او فائده الانسان، لكن بتلقى الاشكاليه في الاستخدام بتاع المستخدم، الاستخدام السيء والاستخدام الجيد هي من غير المستخدم. يعني حتى انا وانت وبشمهندس مؤمن ممكن نكون شايلين سمارت فونز لكن فيها فيتشرز عاليه، لكن احنا بنكون مواصفات عاليه. مواصفات عاليه لكن احنا بنستخدم
يعني جزء بسيط جدا جدا من المواصلات بتاعته، اللي هي اتصال مسج رسائل او رسائل بتاعت الواتساب او الواحد تفقد الايميل بتاعه. لكن غير كده ما في زول بيقدر يستخدم او يعمل يتشيك اكثر من كده يعني. تشيك اللي هو يرجع يدخل يشوف يبحث الاشياء اللي حصل. نعم طيب يا مؤمن راي خباب اللي هو يسمع انه بيفتكر انه الحكايه في استخدامك يعني، لكن في ناس بيقول لك يا اخي البرنامج ده اصلا يتعمل عشان الناس تدخل وتشوف الحاصل شنو يعني. مثلا مثلا في واحد من البرامج بيوريك اخر زمن للظهور بتاع الزول ده، عشان ذاته يخط لك في بالك انك تخش وتشوف الناس دخلوا مره قمتين يعني، في تفاصيل معينه اصلا تحس يكون البرامج ده صمم عشان يشغل الناس ويشغل الشباب وفهم الكلام ده. هل مدى صحته شنو بالنسبه لك؟ هو صحيح ايوه، يعني مثلا زي البرنامج اللي قلته هو بيوريك انه اخر ظهور للزول الفلاني او الشخص الفلاني انك انت تمشي تتفقد وتكون قاعد منتظر ومتين يخش، لكن انت ممكن توقف الحاجه دي. انت لو خليت يعني ما انشغلت بالبرامج زي دي ممكن توقفها وتحد من استخدامها. طيب التعامل الرشيد مع هذه النوع من البرامج يعني يكون كيف؟ يعني الواحد مثلا يجبر روحه انه ما يخش ولا يتصرف كيف؟ والله هي صعبه، لانه يعني البرامج زي دي هي تجذبك، بيكون فيها مواضيع او بيكون فيها حاجات ذاتها غير مهمه بالنسبه لك، بتكون في يعني مرحه او بيكون في فيديوهات او هنا، فالزول لازم شنو يعني لازم يخش لازم يتفقد الحاجه دي، فصعب انك انت تستخدم الرشيد الا تقفل النت بايت. الا تقفل النت تمام. طيب يا خباب احنا تاسي قلت لي انه احنا مرات بيكون يعني احنا فعلا عندنا تلفونات فيها برامج، المشكلة بتاعت الإدمان ده بفتكر جزء كبير منها إنه الواحد بيكون مثلا للتواصل الاجتماعي عنده كذا برنامج عندهم نفس الهدف، لكن بس ده اسمه كده وده اسمه كده وده اسمه كده، وده فيه ناس فلان وده فيه ناس فلان وده فيه ناس فلان، مع إنه ممكن يستخدم واحد فبالتأكيد تعامله هيكون أخف وأقل. خلونا يعني زي ما بيقولوا نكون واضحين كده، شوف كل واحد فينا بيستخدم كم برنامج في تلفونه. عندك كم برنامج بتخش وبتتواصل معه بشكل دائم؟ والله يعني كل البرامج بتاعت التواصل الاجتماعي عندي. عندك كلها؟ لكن بفضل عندي وحدات مفضلات انا يعني. كم عندي؟ الواتساب بالنسبه لي المفضل، وحتى الواتساب انا ما قاعد يعني اتفقده كثير، انا بقرا يعني ما قاعد ارد على الناس، لكن بقرا بشوف بعرف الحاصل على الناس. ايوه اللي هو النوع اللي بتلقاه يعني دخل وطلع وما قال حاجه. يعني بتلقى في مجموعات وجروبات كثيره، مجموعه الاسره، الزملاء في الجامعه، الزملاء في الشغل، فبكون متابع الحاصل شنو، لكن الا يعني يكون في حاجه محتاجه فعلا عزاء او زواج او تهنئه مجامله انا ممكن اخش، لكن ما قعد الداخل معهم كثير. دي رغبه منك وانت عموما بتحب النوع ده من التواصل، ولا هو يعني حرص منك عليه زمنك؟ والله انا مقتنع تماما تماما انه الافراط في كل شيء بيكون عنده مساوئ. الافراط في السرعه بيؤدي لحوادث، الافراط في الاكل بيؤدي لامراض، فبالتالي الافراط في استخدام التكنولوجيا او استخدام البرامج التكنولوجيه عنده مساوئ، اللي هي بياخد من زمنك وياخدك من الناس وبياخدك من حياتك الطبيعيه. فانا بحاول بقدر الامكان اعمل كنترول الحياة، اللي هو ما ياخد من حياتي الطبيعيه، ما ياخد ما ياكل زمني كله، فانا بحاول بقدر الامكان اعمل حاجه زي دي. انا حتى وصلت في فتره من الفترات بقفل التليفون بتاعي، بكون مرتاح جدا جدا. من الزول ضرب والنغمه جات والواتساب يتكلم والفيسبوك قال. أكيد. جميل شديد. طيب يا مؤمن دور الاسره يعني احنا شايفين نفس واقع الاسر ما في اي ترابط، يعني زمان الناس كانت بتتلمى بتتونس، الواحد ممكن حتى يسال من اهله عن طريق البرامج دي ذاتها. هل الناس خلاص تنسى شكل الحياه الطبيعيه اللي كانت عايشاه ويبتدي الاب ذاته يعمل له اكاونت ويتابع يعني ابنائه من هناك، ولا الناس ترشد التعامل، ولا تعامل الاسره المفروض يكون كيف مع الموضوع ده؟ هو يعني المفروض انه الناس كلها تواكب التكنولوجيا، لازم انه يعني زيك زي الابو المفروض يكون عنده اكونت هنا وهنا، لكن في نفس الوقت لازم يكون في رقابه وفي ارشاد للحاجه دي، وفي برامج بتساعد الابهات او الاسر انه للاطفال الصغار انه تقدر تراقبهم، تراقب تصرفاتهم وتراقب هم بيعملوا في شنو بيستخدموا شنو.
طيب الادمان ده ذاته، احنا قبل اتكلمنا عن ناس مضطرين وشكل حياتهم ربطهم بهذا النوع وهذا المستوى من التعامل، لكن في ناس ثاني اللي هم ما يعني عموم الشباب، واحنا دايما نقول كلام واضح، بتكون دائما الحاجات الشاغلاهم في مثل هذه البرامج حاجات جانبيه، ده لو ما كانت حاجات غلط ما مسموح بها او غير موضوعيه. ايوه غير موضوعيه، يعني غير موضوعيه دي تصنيف كويس ومثالي شديد بالنسبة للحاجات اللي احنا بنشوفه وبنشوفه في الواتساب ونشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي. صح. ببساطة الناس الممنوعة منه في الواقع بقت بتحاول تلقاه في هذه البرامج يعني، وده الحال بتخليهم دائما في حالة التصاق دائم. انت تكلمت هسي عن الرقابة، وبالتأكيد لو الأسر كانت على اطلاع كبير بنوعية الحاجات اللي بيشوفوها الشباب واللي بتعاملوا بيها حيكون في نوع من التدخل بيكون حاسم للموضوع. كيف نقدر نفعل دور الرقابة تحت الأسرة على الموضوع ده، وكيف نخلي الأهالي مواكبين أكثر لأنهم يشوفوا أبنائهم وأفراد الأسرة بيتابعوا وبيشوفوا شنو؟ طيب مفروض الأهالي أصلا زي ما قلت لك تخش على التكنولوجيا، تشوف زي ما الولد هو بيستخدم ياتو برامج أنت تستخدمه، تكون مواصل معه ويكون في ثقة، تجي تونسه بالموضوع إنه إحساس طيب البرنامج الفلاني ده فيه الحاجة الفلانية عشان تحت الجانب بتاع الحاجز بين الطفل والأسرة يتفكى، يكون في يعني ممكن يجي يحكي لا يقول لا شفت الحاجة الفلانية، عشان لو الأطفال واجهوا حاجات ممنوعة ممكن يجي يوروا الأسرة عشان يتفادوا الحاجة، لأنه زي ما قلت هي فيها موضوع غير موضوعية بنسبة كبيرة جدا، والناس ساكة الفارغة زي ما قلت الفارغة. صح. جميل شديد. طيب بتفتكر يا يعني يا خباب الأسرة يعني الترابط القديم ده تقدر تعيده كيف؟ يعني احنا دايرين مثلا الاسره الهسي بتسمعنا اللي بتكون فيها الام متحيره، بتقعد مثلا بتجيب صينيه الفطور ولا صينيه الغداء، تلقى الناس كلهم يعني على قولهم يصححوا مندمجين في في في, في التليفون، يعني كيف تقدر تعيد الزول اللي ممكن تكون حتى ما متعلمه ما بتعرف تكتب ولا تقرا، احنا مفروض نقدر نخدمه كيف الزول دي؟ هل نعمل برامج معينه يقدروا يستفيدوا منها الناس ديل، ولا نعمل توعية، ولا نقدر نغير كيف من الواقع هذا؟ أنا بأكد على كلام باشمهندس مؤمن إنه الأسرة عندها دور كبير في زيادة الوعي في الاستخدام، يعني الحتة بتاعت الاستخدام دي هي بتجي من حتة بتاعت الوعي، إنه استخدمه في الوقت الصح، استخدمه بالطريقة الصح، استخدمه للهدف الأمثل أو الصح. الآباء والأمهات مفروض زي ما ذكر باشمهندس إنه يكون عندهم وعي بالتكنولوجيا على أساس إنه يقدروا يخاطبوا أبنائهم بالشكل الصح. لازم يكون عندهم فهم وفكرة عن الحاصل في التكنولوجيا عموما وفي الدنيا، بالتالي يقدروا يخاطبوا العقول بتاعت أبنائهم بشكل أمثل. أنا طبعا ضد إنه الآباء يكون مثلا مراقبتهم بسيطة بالطريقة المزعجة اللي هي ممكن تضطر الأبناء إنه يسلكوا طرق ثانية. صحيح. لكن يكون في ثقة، يكون في صراحة، يكون في مناقشة بشكل جميل وبناء. ممكن زي ما قبل كده ذكر في واحد من الشيوخ بيتكلم عن فضل صلاة الجمعة، موضوع ممكن يكون خارج لكن لا ما مشكلة. بيتكلم في فضل يوم الجمعة، بيتكلم يعني واحد من الحاجات قال إنه فضل الجمعة كبير جدا بس الناس ما واعية له. فأنت إذا عايز الفضل ده بشكل كبير من البداية تصحى الصباح اقفل تلفونك، لأنه هو اللي بيشيل يومك ده كله. بيشيل يومك كده، بتكون داير ممكن يجيك صديق يتصل عليك يقول لك في حتة الفلانية تمشي، او تعرف الناس من خلال الواتساب انه في حته فلانيه كنت تمشي، او يعني في كميه من الحاجات ممكن تحصل لك بسبب التليفون تغير اتجاه يومك. فعشان تعزل نفسك وتخلص يومك ده لله اقفل التليفون. فبالتالي اذا احنا عايزين نرجع الحياه القديمه دي، انا بعتقد ممكن يوم الاجازه او يوم الايام الاسريه الناس تسكر التليفون او تقفل التليفون، او على الاقل تكفيل الوقت معين، اكفيله بعد اكفيله النت الوقت معين، اكفيله النت اللي يجيب او تخليه فعلا مكالمات استقبال ويصير اللي هي تخلي المكالمه. فهذه ممكن واحده من الوسائل، وواحده من الوسائل الثانيه زياده الوعي الاستخدام. نعم. طيب احنا تكلمنا عن الوعي ك ك ك كاسلوب مفروض الناس تتبعوا زيادة التوعية بالمواضيع دي نفسها لأنها هي يعني هي مفيدة، لكن كيف نقدر إحنا نتحصل على الفائدة بعيدا عن الأضرار؟ خلونا نواصل معاكم، لكن نطلع نشوف استطلاعات آراء الشباب خارج الاستوديو معاكم أعزائي المشاهدين ونرجع تاني. كبيرة جدا منها الانترنت وزي الواتساب والوسائط المختلفة،
فنحن ممكن نستخدمه استخدام جيد والمجتمع يستفيد منه بانه ننشر به مثلا نطرح به القضايا العامه والناس ممكن تستفيد منه. في من الشباب مثلا بيعملوا جروبات ومرات الجروبات دي يعني بيداولوا فيها حاجات ما كويسه. الوسائل الاتصالات المختلفه على الواتساب والفيس اثرت على الشباب تاثير سلبي، يعني الشباب بيستخدم استخدام سلبي اكثر من استخدام ايجابي. لكن عشان انا احمي نفسي من المخاطر دي انظم وقتي، اخلي وقت اني امشي فيه والمكتب اقرا واستفيد، وقت يعني الجامعه كده، لانه انا لو يعني قعدت اليوم كله في الواتساب بالتالي حتاثر في تحصيل حق المستوى الاكاديمي. الشخص الواعي هو اللي ممكن ياخذ هذه الايجابيات بصوره كبيره جدا ويستخدم استخدام امثل عشان ما يحقق نجاحاته. لكن بنجد نحن مجموعه من الناس بتحاول تاخذ دائما الجانب السيء كفكره او كمنظور بتاع ترفيه او جانب ضيق، لكن مؤثراته بتكون كبيره جدا بالتحديد. اذا اخذنا مثلا الواتساب كنموذج بتجد انه في ناس بيدخلوك في مجموعات بدون ما يستشيروك. وسائل الاتصال بيكون فيها كثير من الايجابيات والسلبيات. عشان نختار الايجابيات الصحيحه لازم نختار الطريق الصحيح، عشان من ضمن الاصحاب والاصدقاء والقنوات ووسائل الاتصال الثانيه. يلا الصديق الحقيقي اصلا بيعرف وسائل الاعلام اكثر منك ممكن يوريك الطريق الصحيح. انا بحمي نفسي من مخاطر التكنولوجيا اني في الجروبات حقت الواتساب ما بخش اي جروب انا ما بعرفه الا اكون بعرف ناس وكذا، لانه ممكن يرسلوا لي حاجات تضرني. بحاول ابتعد قدر الامكان من المواقع الخطا اصلا او اللي بيتعرضك اصلا للخطر. اذا الانسان يعني عايش في بيئه متحضره وكذا يعني بيقدر يتعامل معاه تعامل كويس يعني. اما اذا كان انسان شاب طايش كده يقوم يتعامل معاه اسلوب يعني اللي هو سلبي ما بيقدر يتعامل معاه كده، وفي نفس الوقت بتضره يعني. احسن الشباب عموما من التكنولوجيا او من كل الوقوع في الذنوب في القران ورجوع للشريعه، فانه الشباب التزمت بالدين وتعرفت بقت عندها خلفيه اكثر عن الدين الاسلامي، فيعني زي ما بيقولوا احنا العرب ما بيجي مع وجه. فانت اذا محدد هدف معين بانك دار تستخدم التكنولوجيا مثلا فبتصل لهدفك، اما اذا انت عندك هدف يعني التكنولوجيا هي بتفرض عليك اهدافها وبتسوقك في منحنى حيث ما تريد هي. فنتمنى ان التكنولوجيا يعني تكون في مصلحتنا، واتمنى كما قال المتنبي الا تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. التكنولوجيا كيفيه الحمايه منها الامر ده بيحتاج لانه الناس ترجع للدين والناس ترجع للسنه والناس ترجع الى ديننا الحنيف، لانه قيمنا يعني ما بتسمح لنا الدينيه ما بتسمح لنا بانه يعني نستخدم التكنولوجيا في الفساد وفي الحاجات الفارغه دي. فالخيار في يدك، اذا كنت انت عايز تستخدم استخدام سيء فبتقدر تستخدم استخدام سيء، فاذا كنت عايز تستخدم استخدام مفيد بتقدر تستخدم استخدام مفيد. فالحاجه دي بترجع عليك انت كشاب، فكون انه يتخذ اجراءات ولا حاجه ما في زول بيقدر بيمنع له زول او بعيد من السلوك بتاعه. احنا الانسان يعني هو سهل الانترنت فيه الفوائد اللي فيه سهل عليك معلومه الاتصال، لكن المخاطر اللي عليه فيه مواقع يعني مواقع بالذات احنا الشباب المسلم يعني خطر علينا شديد، وفي رسائل ذاتها نحن قعدنا نشكك في الرسائل المتداوله في الواتساب والحاجات دي يعني فيها نوع من الترويج للكذب. والله الواحد اي زول يشوف التخصص بتاعه، وانا ما افتح حاجه غير التخصص بتاعي في الوسائل، هي فيها حاجات اشيل الحاجات اللي انا مستفيد منها ومحتاج لها في البحث بتاعي وكده يعني، لكن الحاجات اللي انا الصفحات الثانيه في الويب ما عندي فيها يعني حاجه، ما مش افتشها واشوف فيها، لكن ان شاء الله باذن الله الواحد يتفائل يعني، وفيها 90% من الحاجات المفيده يعني في النت وهناي. واحده من الحاجات اللي ممكن اخوانا تخلي انه الشباب يكون بعيد عن مخاطر وسائل الاتصال الاستخدام الجيد او استغلال الادوات دي او ادوات الاتصال في المواد العلميه في البحوث العلميه، يكون في المنابر الاجتماعيه في اطار الدعوه في اطار العمل الاجتماعي اللي ممكن المجتمع يستفيد منه. فكره انه احمي نفسي، طبعا تحمي نفسك تعمل بلوك كده صعبه لانه العالم بقى غريه،
لكن انا شايف انه الدوله المفروض يكون عندها حمايه ما تفتح القناه، يعني كل قنوات العالم تكون يكون في كنترول. في دول كثيره حتى في امريكا نفسها يعني ما الميديا مو مفتوحه كده ساي، لكن فكره انه احمي نفسي دي منطبقه على شخصيتي انا. انا بفتح شنو؟ بتناول شنو؟ من المواد اللي انا بتناولها. يعني انا ما هو قدامي الانترنت ده عالم مفتوح بتصفح ما اشاء، يعني هو الحياه دي كثيره منها واجبات تعبديه واجبات اسريه. اقفل تلفونك واللي يحصل يحصل يعني، او يعني خليه مقصور على المكالمات الطارئه، شغل او حاجات طارئه. يعني واحده من اشكال الادمان اللي احنا بنتكلم عنه ده انه انت كان تلفونك ده قفل للحظه الدنيا بتخرب، يقول لك الدنيا بتتقلب. طبعا هي الدنيا بتتقلب دي ممكن اصلا يتقلب يكونوا بيتقلبوا ده لاصحابك، ما ناس عندهم مشاكل كبيره يعني، لكن في تضخيم لحجم تخيل الازمه لو الواحد قفل تلفونه. في ناس يقول لك يا اخي انا تلفوني ده ممكن يكون فاتح اليوم كله، انا لحظه ما اقفل ولا ازح منه شويه القى 20 مكالمه قاعده. فهل يعني الواحد يتعامل كيف مع الحكايه دي؟ وبعدين الناس تقول لك يا اخي ده لو مثلا اخذ العاده مثلا بتاعت خباب يقول لك ده لا بيدخل واتساب قاعد خاتين عنده ساي، يعني احنا نعالج الموضوع ده كيف؟ طيب ممكن نعالج الموضوع ده انه ننظم الوقت بتاعنا، يعني نكون وقت ما دارين نشوف الموبايل او نطلع على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفه، وقت ما دارين نصلي نصلي، وقت ما دارين نشتغل، وقت ما دارين نشوف اسرتنا. فانا افتكر انه تنظيم الوقت دي اهم حاجه، ودي ممكن يقدر شنو يحل المشكله بتاعت الادمان بتاعت المواقع التواصل الاجتماعي. اي يعني الواحد يحدد مثلا انا عندي من الساعه كده للساعه كده دي انا ما حعمل اي حاجه غير ان انا افتح الفيسبوك وافتح الواتساب. يعني انت انا عندي ساعه مثلا اخش فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ساعه اشوف الايميل، ساعه اشتغل في الجهاز وخلاص، ثاني كده كفايه بالنسبه. الكلام ده نظريا ظريف، عمليا في زول طبقه او انت مطبقه او بتعرف زول في صعب ما كتب عليك، لكن لو انت يعني حاولت او حطيت البرنامج في راسك بتقدر تعمل. هو الادمان انه يكون يعني يدك بتاكلك، انه يكون شوف موبايل ومسك ظهرك صعبه، لكن انت لو عندك وقت معين حاولت تنظم وقتك تقدر يعني. طيب يعني نتكلم يا خباب حول موضوع ثاني وهو الجزء الثاني من حلقتنا، وهو المخدرات الرقمية. موضوع جديد ويتفتح حسي ويا داب الناس بدأت تسمع عنه ويتسلط عليه والضوء بعد ما عانوا منه، ما عانوا الشباب من غير ما يفوزوا يكون عارف هم بيعملوا في شنو، لأنه أعراضه مختلفة وأشكال التعامل وتعاطي جرعاته مختلفة، وما عنده مصحات يمكن ولا عنده مصحات. نحن عايزين نعرف المعلومات دي منكم، معلوماتك عنه شنو ولا من متين مدى الحكاية دي تفتكر؟ زي ما عارفين احنا الانترنت فيها كل الحاجات الكويسة اللي ممكن تلقاها وكل الحاجات السيئة في الدنيا اللي ممكن تلقاها. في مواقع بتدار لتجارة الأسلحة، تجارة المخدرات العادية اللي نحن نعرفها، أو لشبكات عديدة كلها بتمارس مجالات غير قانونية. في الفترة الأخيرة التطور اللي بيحصل في جميع نواحي الحياة حتى بيحصل برضه في المجالات الغير قانونيه من ضمن المخدرات، اللي هي حقيقه انا تفاجات، انا ممكن اكون مثل عامه الناس تفاجات بوجود المخدرات الرقميه، اللي هي حضرت تقرير في التلفزيون بيتكلم عن انه بيقى في مواقع معينه في الانترنت باشتراك معين بتدفع قيمه معينه من المال، هم بيرسلوا لك او ممكن تعمل داونلود او تستمع لفايلات رقميه معينه بتخاطب جزء معين في الدماغ بتاعك، بيحصل بتديك نفس التاثيرات بتاعت المخدرات العاديه. خطورتها زي ما انت ذكرت ان هي ما في طريقه تحكم ليها، لانه بين الزول المستخدم وبين الزول صاحب الموقع، اللي هي ممكن ابنك اخوك كل فرد من افراد الاسره ينزوي في اي غرفه او في موبايله او في اي حته، وممكن ياخذ الجرعه ايوه يحط سماعات الاذن ويستمع للفايلات الرقميه اللي هي بتدي نفس التاثير المخدرات. هي بتحتاج زي ما قبل ذكرنا قبل كده الوعي،
زيادة الوعي. دي قضية مفروض تتناقش بشكل واضح وصريح أساس الناس كلها تعرف إنه في حاجة زي دي وتحاول تتفادى. الأسرة عندها دور، الدولة عندها دور، المؤسسات المعنية بهذا الشأن عندها دور، بيكون في توعية للشباب. طيب يا مؤمن، يعني عشان نكون أكثر تحديدا وتفصيلا للناس، عشان الناس ما تبتدي أي زول خدتي لسه مع فضانه تقول ده مؤمن مدمن، عفوا مؤمن موجود معنا. طيب شكله كيف؟ اللي بيحصل شنو عند الزول؟ شكل الإدمان ده ذاته عامل كيف؟ المقطع اللي هو بيسمعه ده بيتحصل عليه بقروش كم؟ يعني دايرين معلومات شويه تكون اكثر تفصيلا. طيب اللي بيحصل انه المخدرات الرقميه في موقع معين انت زول بيمشي بخشه بتدفع من 17 دولار لحد 80 دولار مقاطع معينه من 7 دقائق لحد 30 دقيقه، عندها طقوس معينه. انت زول المدمن ده بيكون يعني عنده طقوس معينه، بيحصل ثلاثه انك تكون مسترخي تماما كويس، تركب السماعات بتاعتك وبتعزل العيون بتاعتك، يعني تفوت بشكير ولا حاجه حسب التقرير الثاني، وتكون مسترخي بتسمع. بيحصل شنو؟ الذبذبات بتاعت الموسيقى بتخش زي ما قال باشمهندس في حتات معينه وبصوره متكرره. فالصوره المتكرره دي بتحصل انتشاء للجسم وللانسان، وبيبقى شنو بعد شويه بيحصل رجفه لحد ما يقدر ما يسيطر على نفسه. الحاجه دي بتخليك تدمن بعد شويه. هو طبعا المشكله انه الزول بيقول لك خلاص اجرب، اول تجربه خلاص، بعد شويه ثاني بيقدر يقعد يعمل الحاجه دي. في موقع معين يعني انت ما اي زول بيكون مركب سماعات بيقدر يسمع اغاني ممكن يتاثر بالحاجه، لا في موقع معين والناس واضحه يعني في المنتج بيقول لك يا اخي المنتج هو كده كده والموقع المعين ده للتخدير الفلاني. يعني حتى في المقاطع الموسيقيه يقول لك ده مخدر قوي ده مخدر كده، فيعني الموضوع واضح جدا. يمكن يعني دي يمكن حتى الحته اللي اسالك فيها انه يعني هل ممكن الناس تقعد تستمع للحاجه دي من غير ما يحس؟ تبقى مثلا منتشره وعندها اشكال مختلفه بحيث ان الواحد فجاه يلقى روحه مدمن رقميا؟ ممكن وما ممكن. يعني انت هي ما عندها نوع معين من الموسيقى. يعني انت لو شغال يعني الطقوس زي ما قلت لك، كما عملت الطقوس دي ما بتقدر تدمنها. يعني ممكن تكون شغال وتسمع اغاني ممكن تاثر عليك لو المسافه طويله يعني اكثر من 30 دقيقه، لكن في نفس الوقت ممكن تتجنبها لانه المصدر بتاعه مصدر واحد، يعني الموقع بتاعه واحد. والمشكله انه الشباب ضاعوا، يعني حسي في تركيا في 20,000 اصابتهم الحاجه دي، خشت لبنان حسي، يعني الادمان ماشي كده، فهذه مشكله كبيره. طيب جميل، نحن حنواصل وحنعرف اكثر عن الموضوع الخطير ده ونحاول نوري الناس عنه اكثر، لكن خلونا نطلع معاكم خباب ومؤمن ومع المشاهدين نطلع معاكم فاصل قصير ونرجع لمواصلة. بنتعامل مع شيء نوع من المخدرات ما ملموس، حاجه ممكن تكون في سي دي ولا فلاش ولا تنزل من الانترنت او تسمعها اونلاين. حنتعامل مع الموضوع كيف؟ حنحظر المواقع دي ولا نوعي الشباب، ولا ممكن شكل المكافحه يبدا كيف ويستمر كيف؟ برضو اكد على دور الاسره في التوعية، وبعد ذلك دور الدولة، المؤسسات المعنية بالشأن ده اللي هي ممكن تقول منهم الهيئة القومية للاتصالات، يحاولوا يتحروا على الموضوع بدقة ويكون في صراحة وتوضيح لكل الشباب عبر الأجهزة الإعلامية الجرائد، بيحاولوا يتحروا على المواقع اللي هي محددة ممكن الواحد يتحصل عليها الفايلات المعينه دي اذا في امكانيه تتحصر. واحده من النقاط اللي بشوفها ايجابيه، نحن في السودان هنا المواقع دي طريقه الدفع هي بتتم عن طريق البطاقات البنكيه العالميه. اللي هي نحن يعني ما عندنا، ما متوفر عندنا من صعوبه مكان يكون عندك حاجه زي كده. هي اللي توفرت حسي في الفتره الحاليه، توفرت لكن لفئات معينه يعني هي في السودان صعب يعني. حتى بتكون محظور استخدامها، ما في اي طريقه. حتى لما انت تستخدمها انت كونك في السودان ما بتشتغل معك. طيب يعني دي حاجه كويسه الحمد لله، اول مره نحن نستفيد من من الحصر ومن المشاكل الاقتصاديه الموجوده عندنا. انا داير اتكلم هسي عن هذه الفايلات السمعيه الرقميه اللي ممكن الواحد يسمع، هل بتتم تناقلها؟ يعني هل انا ممكن اشيلها اديها لك انت تعمل لها كوبي فتسمعي انت؟ هل قابله للانتشار ولا هي لسه ما زالت حصرا على الموقع ده ولا تسمعها منه مباشره؟ طيب هي ملفات صوتيه،
فانا افترضنا لو اشتريتها بقروش ونزلتها ممكن اديك ليها زي ما اديها للباشمهندس، فهي قابله للانتشار. هي دي المشكله، يعني ممكن نشوف لنا زول عنده اسمه شنو، عنده حساب خارجي ممكن يشتري الحاجه دي ونشوف ويرسلها لنا فدي الخطوره بتاعتنا. نعم. اذا يعني حتى الحكايه حكايه الحصر، وانه حكايه تحويل الاموال او التعامل البنكي مع المواقع الالكترونيه عندنا محدود، وبيعمل محدوديه لشكل توصلنا للحكايه دي، لكن ما بيلغيها. فاحنا مضطرين نعرف وسيله امثل لمكافحتها. الاضرار شنو يا مؤمن اللي بتترتب على الموضوع ده؟ يعني احنا عارفين المخدرات ممكن توصل الواحد لتلف في الاعصاب وتلف في خلايا الدماغ، واضرار صحيه كثيره ممكن تجي الواحد ده، غير التسممات ونقل الامراض عن طريق الحقن والحاجات دي. هذا النوع من الادمان بيضر شنو، وما يترتب عليه ادمان شنو؟ اضراره زي اضرار المخدرات الملموسه. نفس الحاجه ممكن الزول يجين ولا عشان يتعاطى له جرعه، وحتى يعني في تركيا بدوا يعملوا مصحات بالنسبه ايوه لهذا النوع من الادمان. ايوه فدي مشكله، فانه كونك انك انت تستخدمها نفس الاضرار بتاعت المخدرات الملموسه هي المخدرات الرقميه نفس. طيب في 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 المخدرات العاديه المستخدمه الكيميائيه دي الواحد ممكن ياخذ جرعه زايده ويموت يعني. هل في المخدرات الرقميه ممكن الواحد تحصل له حاله بتاعت وفاه لو سمع بزياده او اخذ جرعات زايده؟ هي بيحصل تشنجات شديده جدا جدا. فالناس يعني لحد ما ممكن شنو لو قاعد برا، وانا صراحه ما شفت في تقرير انه ادت لوفاه، لكن ممكن تتلف الراس لو الزول سمع اكثر من 30 دقيقه لمده طويله ممكن تتلف لك الراس بتاعك. طيب الحاجه المعروفه عنه يا خباب، هل الحاله اللي بيصليها الواحد من الانتشاء او بيسموها كما يسموها الحاله دي تستمر مع الواحد لمده كم، بتعيش معه لوقت ولا بتكون فتره معينه بمجرد ما هو بيسمح في المقطع؟ هي تاثير نفس تاثير المخدرات العاديه، فتاخذ زمن استمرار الحاله بتاعتها. مزاجك استعدل بياخذ فتره، نفس التاثير بتاع المخدرات العاديه ممكن ياخذ مثلا يوم اوكي، او باقي مثلا يقول انت استمعت للحاجات دي الملفات الصوتيه دي مثلا بالمساء او بالصباح، ممكن تاخذ منك باقي اليوم تكون مزاجك ممتاز. الادمان بيخليك انك كل فتره الفتره تقل، اللي هو انت بتدمن الحاجه بتستخدمها اكثر. حتى المخدرات العاديه انت بتاخذ جرعه الليله ممكن تقعدك يوم كامل مزاجك ممتاز، لكن كل فتره انت بتحاول تزيد في الجرعه وتزيد، والمده تقرب لحد ما يعني يصير انك تاخذها فترات متقاربه جدا جدا. فهي نفس تاثيرها نفس تاثير المخدرات العاديه، لكن خطورتها المخدرات الرقميه انه هي سهله الوصول لها. يعني دي الخطوره، لانك انت من السهل انك انت توصل لها في اي وقت، لانه هي كل اللي بتتطلبه سماعه وجهاز بتاع لابتوب، ما زي المخدرات صح. وبعدين يعني الادوات بتاعتها ما مثيره للريبه، الواحد ممكن في مكان عام يقعد يشغل حاجات ويكون مدمن. تبقى الاشكاليه بس في الماده، انه انت اذا موفر عندك المبالغ، لان هي يعني انت من 17 دولار، انا بنتكلم عن 17 دولار يعني 17 دولار هي تقريبا معموله دائما. المخدرات يعني عموما معموله للطبقه اللي هي وضع ممتاز. نعم. محاور كثيره لها علاقه بالموضوع ده، لكن خلونا كمان نسمع راي الشباب في 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 الفيسبوك، بيرسلوا لنا على صفحتنا في البرنامج ورك شبابيه الموسم السابع. نشوف اول تعليق جانا من تهاني محمد. تهاني محمد قالت: يا جماعه انا بفتكر انه موضوع ادمان المواقع التواصل الاجتماعي دي حاجه الناس عاملينها ساي، انا بفتكر انه اي يعني ما ندمن، نحن ما في حاجات في واقعنا ما لاقينها، لا عندنا اماكن نتفسح فيها ولا عندنا ناس نتونس معاهم ولا بندخل ولا بنمرق، وبالذات نحن البنات كما دخلنا الواتساب ودخلنا الفيسبوك يعني حنعمل شنو في حياتنا دي؟ لكن ده زول بتتكلم عن واقع وهم عايشينه. ممكن احنا محتاجين فلازم نفكر في البدائل المفروض نوفرها للناس عشان ما يقدروا يملوا بها الفراغ بالضبط بتاع المتعه اللي بيلقوها في مواقع التواصل الاجتماعي دي، حاولوا يلقوها في حاجات بديله. ما نتكلم عن اقفل تلفونك بس، لا اقفل تلفونك وتعمل شنو بعد ذاك، يعني شنو الحاجات اللي ممكن تقوم بها. محمد عبد المنعم قال: احنا في السودان مشكلتنا لما يجينا التطور التكنولوجي المعين
بيكون عنده أضرار ظاهرة لباقي الناس، لكن أضراره بتجي عندنا في السودان وتتجلى كلها ويعني تتفشى في كل الناس اللي بيستخدموها. عشان كده لو وصلنا الإدمان الرقمي ده أنا بفتكر إنه الواحد تاني ما حيقدر يمرق الشارع، لأنه حيلقى الناس كلهم مدمنين. فعلا نحن عندنا هنا في السودان دائما بتصنى التكنولوجيا مع يعني مع قلة الوعي في طريقة استخدامها، فإحنا بنكون محتاجين توعية وجرعات كبيرة جدا خصوصا استخدام التوعية ضرورية ضرورية شديد. كمان علقت تسنيم عبد السلام قالت انه يا جماعه المشكله في المشكله في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي غير الادمان نفسه واللوكات اللي بيقضوها الشباب فيه، وانه الشباب دول قاعدين بيقضوا اصلا الزمن ده كله في شنو؟ ممكن تكون في حاجات اصلا ما عندها فائده، وممكن تكون حاجات مضره، وفي حاجات كثيره ليها علاقه بسمعه الناس وخصوصياتهم، وبيوت بتخرب بسبب التعامل الزائد والغير رشيد والغير موجه مع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتأكيد نحن هتكون عندنا مشكلة بتاعت إدمان ومشكلة بتاعت سوء استخدام للحاجة اللي احنا مدمنينها دي نفسها. يعني أنا بشكر كل الشباب اللي بيرسلوا لينا في صفحتنا في برنامج أوراق شبابية عفوا في الفيسبوك أوراق شبابية الموسم السابع، احنا ما بنلقى وقت عشان نقدر يعني نحاول نرد على كل التعليقات، لكن بنشكرهم ودائما احنا بنكون حريصين ومستنين هذه المشاركات. يعني يا مؤمن عشان نتكلم يعني المجتمع السوداني أو الأسر والجامعات في أدوار كبيرة ممكن يقوموا بها بحيث أنهم يقدروا يتعاملوا مع مثل هذه المستجدات. هل نحن مجتمعاتنا نشطة في التعامل مع الحاجات دي، ولا دايرين وقت عشان أول حاجة يقتنعوا أنها هي مضرة ويستوعبوها ويعرفوا يا حد ممكن توصل له عشان نبتدي نتحرك؟ هو الاستخدام بيكون في الأول استخدام مضر، يعني اول الحاجه ما تنزل بيستخدموا استخدام سيء، يعني زي ما قالت اخت تسنيم انه في بيوت اتخربت عشان مثلا فيديو انتشر ولا حاجه بالشكل ده. فهو اللي حد ما الناس تفهم الاضرار بتاعتها حتى تبدا شنو تشوف الحلول والمشاكل بالنسبه للجامعات والاسر. نعم. طيب نفس السؤال حسالك لو يا خباب، تفتكر مجتمعاتنا عاده بتستجيب للاشكالات دي وبيقوموا طوال ويحلوها، ولا احنا بنكون حركتنا ثقيله نقدر نقول في المجتمع؟ يعني دائما بيلتفت للمشكله بعد ما تصل حدود بعيده شديد. اكيد احنا واحد من مشاكلنا ان احنا يعني بعد المصيبه ما تحصل نحب نفتش الحلول، المفروض يكون عندنا حلول وقائيه او حتى بعدك تجي الحلول، اذا الحلول الوقائيه ما نجحت تجي الحلول الاسعافيه. لكن احنا دي واحده المشاكل بتاعتنا انه اللي هي ما في توعيه عموما. بناكد على انه دور الاسره مهم في الحياه دي، يعني اصل الاسره الاب والام يعني بخافوا على ابنهم او بنتهم لما يكون مدين المدرسه او ماشي للمجتمع الخارجي خلاص. فبالتالي انا بشوف انت نفس الشيء ولدك لما تديه سمارت فونز ولا تديه تاب ولا تديه وسيله يقدر يخش بها على الانترنت، انت حاليا توديه في الشارع، لان الانترنت عباره عن شارع فيه الكويس فيه الكعب. فالمفروض يكون في زي التوعيه للاستخدام وللحياه الكويسه والكعبه، زي ما انت بتكلمه ابعد من كده في الشارع ما تعمل كده في الشارع، فبالتالي نفس الشيء المفروض يكون على الاستخدام بتاع التكنولوجيا عموما. طيب يا مؤمن خباب، بس يتكلم عن الوقايه، تفتكر في شنو اساليب وقائيه عشان احنا ما نقع في مثل هذه الاضرار وكل مره يعني تطلع برنامج او يطلع اختراع والناس تقع في اضرار وما تعرف تطلع منها بالسهل؟ طيب بالنسبه للاسره وعلاقتها مع الطفل، في برامج بتاعت حمايه، في برنامج بتاع تصفح سليم انه يعني الاطفال ما يقعوا باي مواد بتضرهم. لكن معليش يا مؤمن، الحاجات دي هل هي فاعله ولا الناس بدات تحاول تلقى لها طرق تخترقها والحاجات دي بقت مبوفه؟ هي الاختراق فيه لكن هي يعني مفعله، هي فيها يعني انت بتلقى براجع ممكن الزول عادي يستخدم برنامج ثاني عشان يشوف الحياه، لكن انت هي دي الموضوع بيرجع للتربيه، انت لو دار تمشي تشوف حاجه ثانيه او محتوى سيء تمشي تشوف محتوى سيء، لكن لو انت ادوك برنامج بتاع رقابه وقال لك اتعامل معه بتقدر تتعامل معه. يعني احنا نحاول نربي الناس على سنها تنتقي، والواحد من خلال نفسه براه يعرف الحاجه المفروض يعملها والحاجه المفروض يعملها بالضبط، لانه لو بقت في رغبه قويه منه ممكن يلقى الحاجه اللي هو عايزها. ممكن يستخدم استخدام خاطئ. يستخدم خاطئ. يكون طيب نعم، يكون في متابعه دقيقه برضه، لان المتابعه والتربيه ما معناتها انه الشخص ده ما حيخطئ. حيخطئ، حيقع في الخطا، لكن المعالجه بتكون اسهل. لانه الخلفيه بتاعته او التربيه بتاعته
ممتازه كويسه مؤسس صاحب زول بيكون فامكانيه الرجوع او اصلاحه او استعداله بيكون اسهل من الزول. يعني انت لما تراقب ابنك على فترات متقاربه اذا حصل اي سوء سلوك انت ممكن بسرعه انك تحاول ترشيده وتوعيه، لكن لو المراقبه الفترات بعد المراقبه طالت امكانيه المعالجه بتبقى صعب، لانه بكون خلاص الابن ولا الطفل ولا البنت سلك الطريق يعني صعب الاقناع بعد. صحيح. طيب في نقطة احنا نتكلم فيما يخص الادمان الالكتروني نفسه يا مؤمن، هل الفرق شنو ما بينه وما بين الموسيقى العادية اللي ممكن يسمعوها الناس يعني؟ وحتى في ناس مثلا في 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 يعني موسيقى بتكون يعني عبارة عن يعني عن نقدر نقول موجات بتاعت صوت الناس بتستمعها، زمان كانت بتستخدم للاسترخاء والحاجات دي، فالواحد يلقى روحه بيستمع لها موسيقى ما فيها عزف بآلة معينة هو قادر يفهمها، لكن في حاجة مريحة وبيسمعها. فرق بينه وما بين الصوت الرقمي اللي احنا بيستخدموه للإدمان، الفرق بيكون بيناتهم شنو؟ الفرق بين الموسيقى والمخدر الإلكتروني إنك أنت الموسيقى لو خليتها ما بيحصل لك حاجة، يعني ما بتأثر على جسمك ما بتأثر على أعصابك، لكن المخدر الإلكتروني لو أنت ما استمعت له ممكن يأثر، زي ما قلنا ممكن يعمل تشنجات، ممكن الزول ده يفتش يعني يجين لحد ما يسمع المخدر ده حتى نستريح، ده الفرق بيكون الأساسي فيه. نعم. طيب نحن يعني ما افتكر بقى لنا زمن كثير من نهايه الحلقه، في النهايه لو في طريقه بس كل واحد فيكم يوجه رساله يا مؤمن للشباب اللي بيستمعوا لنا، اللي احنا بنقول انه النوع ده من الادمان جاي، يعني احنا شئنا ما بينا هو حيصل وحيكون متوفر عند الشباب زيه زي بقيه الانواع المختلفه من المخدرات، الشباب مفروض يتعاملوا معاها كيف؟ واسرنا مفروض تتعامل كيف؟ وكل مجتمعاتنا اللي لها علاقه بالشباب وبتوجيههم كيف ممكن نتعامل مع مثل هذه التطورات؟ اولا حاجه الارشاد، مفروض الناس توعى للحاجه للخطر الجاي ده، تتكلم عنه توري الناس انه يا اخي في خطر في المخدرات الرقميه والناس تتجنبه، وبعد ذاك انه التربيه الصحيحه. نعم. دي بتخلي الزول يبعد عن المخدر الرقمي. نعم. تفضل يا خباب، رساله توجهها للمستمعين. للشباب، رساله الشباب انه الحياة جميلة جدا جدا، وفيها الحياة الممتازة والحياة الغير ممتازة، فمفروض عشان الحياة تستمر وعشان هم أجيال مستقبل وعليهم دور كبير، مفروض ينتغوا ويعني يفكروا قبل ما يتخذوا أي قرار أو يخشوا أي موقع أو يتصرفوا أي تصرف، يشوفوا خطوه هل هو صح أم خطأ، هل هو حسر حياته سلبا أم إيجابا. زي ما قال باشمهندس مؤمن، اكيد التوعيه والارشاد مهمه، الاسره عندها دور، المجتمع عموما عنده دور، المؤسسات المعنيه بهذا الشان عندها دور، ف انا باكد على الدور بتاع التوعيه وعلى المراقبه وان الناس تتعامل كلنا كمجتمع واحد لفائده الشباب. شكرا لك يا مؤمن، اتمنى انه الرساله اللي انت قلتوها يا مؤمن وخباب تصل للناس. خلونا بس سؤال كده ومنه يعني ونختم، هو هل المسؤوليه كلها مسؤوليه افراد ولا ممكن الدوله والجهات المختصه تكون تلعب دور في مكافحه والوقايه من هذه الظواهر؟ هي مسؤوليه للاثنين، مسؤوليه الافراد ومسؤوليه الدوله، ممكن يشكلوا لجنه تشوف الخطر القادم لو يناقشوا ويحدوا من الجوانب السيئه بتاعت المخدر الرقمي. نعم. طيب خباب، يفتكر انه المسؤوليه متبادله ولا مسؤوليه؟ هي مسؤوليه تضامنيه. تضامنيه. بالاسره، المؤسسات التربويه، الاجتماعيه، التعليميه، والدوله. في مخاطر الاسره ممكن تتفاداها، هي تضع اللبنه الاساسيه في الابناء بتاعنا في انه توعيهم وتزيد الوعي بتاعهم. لكن المجتمعات، المؤسسات الاجتماعية أو التربوية أو الجامعات هي بتزيد الحاجة دي، بتزيد الإرشاد والتوجيه. الدولة هي عليها حماية المواطنين من الأضرار، من الأضرار اللي هي مثلا الهيئة القومية للاتصالات مثلا على سبيل المثال، هي عليها تنقيح المواقع، وإذا في إمكانية للحصر هذه المواقع بيكون فيه خير لجميع الناس. حاليا ممكن زيادة التوعية، ممكن يعني احنا مثلا دولة سنية، ممكن نلقى كمية من الشيوخ بتاعنا الشيعة بيتكلموا عن الإسلام، لو ابنك ما بيعرف الفرق بين السنة والشيعة ممكن حتكون مشكلة يعني كبيرة بالنسبة لنا، يستوعب الحاجات بصورة خطأ. نعم.
فانا انا بقول من الاسره من البدايه في المفروض الاسره التوعيه في المدرسه التوعيه المجتمع المفروض يكون متعاون وبالتالي مؤسسات الدوله والحكومه المفروض برضه تكون متعاونه. انا في ختام الحلقه دي شاكر لكم شديد مؤمن وخبر، ممكن ما داري ازيد على كلامكم كثير بالنسبه للمشاهدين اللي بيستمعونا، يعني ملخص الكلام اللي قالوا الشباب ديل بالنسبه للدوله، يعني احنا سعيدين هسه انه في نوع من المواكبه للتطورات، بقت عندنا نيابه ومحاكم مختصه بالجرائم الالكترونيه دي، والناس بقت زمان ما بتعرف تشتكي لمنه لما تحصل لها جرائم بتحت اختراق وعدم احترام الخصوصيات والمشاكل اللي بقينا نشوفها هسه دي، ده نوع جميل من المواكبه، لكن احنا محتاجين مواكبه زياده لانه الاضرار بقت يعني كبيره شديد واكبر من انه الشباب نفسه يقدر يسيطر عليها ويتحكم فيها. والاسر خليكم قراب من اولادكم، حتى كانت اهتماماتكم مختلفه، بتحبوا الجرايد وتحبوا الزيارات، خشوا على الالكترونيات دي وشوفوا الشباب بيعملوا في شنو، حتقرب الصوره اكثر. وبالنسبه للشباب حتحس بمعنى كلامنا اللي بنقوله ده، لما يوم كامل تقفل تلفونك او تقفل النت وتعيش حياه عاديه هتعرف انه كان فايتك حاجات كثيره شديده انت ما عايشها. يعني انا شاكر لكم خباب عبد القادر ومؤمن محمد عبد المنعم على وجودكم معي في حلقه اليوم.